مرحب بحضراتكم مرة تانية، والنهاردة موضوع فقرتنا بنتكلم فيه عن واحدة من القضايا اللي بتعتبر قضية أمن قومي. دي حقيقة فعلا، الزيادة السكانية مش بس قضية أمن قومي، هي كمان أهم تحدي للدولة المصرية دلوقتي بعد تحدي الإرهاب، خاصة إن استمرار الزيادة بهذا الشكل المضطرد اللي خلانا نزيد 20 مليون مواطن في آخر 10 سنين. لما نبص كده مع بعض لإحصائيات الزيادة السكانية هنلاقي أرقام صادمة جدا. يعني مثلا في شهر يوليو اللي فات ساعة التعداد السكاني وصلت 102 مليون نسمة، بعدها بشهرين تقريبا شهرين زدنا 250 ألف. طبعا بخلاف إن ده دايما بنقول إنه بيلتهم أي جهود تنموية للدولة المصرية، لكن كمان على مستوى بقى الأسرة بيأثر على الولاد، على اهتمامك بيهم، على إعطائهم كل مشاعر الحب والعناية الكافية. هو ده محور نقاشنا النهاردة مع ضيفنا الكريم اللي منورنا، الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق. صباح الفل دكتور عمرو. صباح. منورنا في صباح البلد. دكتور عمرو، حديث قديم جديد، الزيادة السكانية يعني هو ليس الموضوع بالجديد، ولكن دلوقتي احنا ليه بنتكلم عنه؟ لان الدولة المصرية بتضع مشروعات، في مشروعات تنموية بتؤسسها، ولكن في مواطن لسه مش حاسس بالتأثير ده لان طبعا في زيادة سكانية مضطردة. كنا فين وبقينا فين؟ خلينا نبدأ الاول نقول بلغة الارقام. الدولة المصرية فتحت الملف ده سنة 1965 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، تم انشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاسرة. احنا دلوقتي في 2021، يعني الدولة 2022 دلوقتي 2022 يعني الدولة المصرية فاتحة الملف ده بقى لها حوالي 57 سنة. 57 سنة كتير، نقدر نقول جداً. ان في دول كتير ابتدت معانا في الستينات قفلت الملف ده من 15 ل 20 سنة. فنقول احنا بنتكلم على ملف ورثناه من الجيل اللي قبلينا، والجيل اللي قبلينا ورثه من الجيل اللي قبليه. حان الوقت واحنا بنتكلم على الجمهورية الجديدة ان احنا ما نورثوش للجيل اللي بعدينا، ان احنا الملف ده النجاح الحقيقي ان احنا نقفل الملف ده، ما نحتاجش نتكلم عليه تاني. ويمكن نقول توصيف السيد الرئيس لهذا الملف لما قال ان هو ده تحدي التحدي، يمكن نقول الناس فاكره ان المشكله في عدد السكان، نقول هي الفكره مش دايما مش فكره العدد، هي ما بين التوازن موارد. ما بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي. يعني دايما احنا بنقول كده ايه، الارض وما عليها واحد من عناصر القوه الشامله. يعني ان عندك سكان دي حاجه من حاجه كويسه، واحد من عناصر القوه الشامله، بس المبدا ده مش مطلق، هو مشروط ان السكان والزياده السكانيه ما تتجاوزش قدره الدوله على توفير الخدمات، وان هي ما تاثرش على نصيب الفرد من الموارد الطبيعيه. ده اللي بيحصل عندنا، ان دلوقتي عندك زياده سكانيه ضاغطه على الموارد الطبيعيه، ضاغطه على النمو الاقتصادي. فنقول دايما ايه، لازم النمو الاقتصادي يبقى على الاقل 3 اضعاف معدل النمو السكاني. الدوله المصريه في اخر كام سنه بتحقق انجازات وطفرات في معدل النمو الاقتصادي، بس لا زال اللي ينقصنا هو ان نتحكم اكتر في معدل النمو السكاني عشان المواطن في الشارع يحس بثمار التنميه الاقتصاديه. فنقول المشكله مش في فكره العدد، لا، انا معدل النمو السكاني، يعني اقدر اقول لحضرتك ان معدل النمو السكاني في مصر 4 اضعاف دوله زي الصين. فبالتالي الناس لما تيجي تقول لك طب بص على الصين، لا، هي مش فكره عدد السكان كام، انا بزيد بنسبه قد ايه. زي ما حضرتك ابتديتي كده بلغه الارقام وقلنا ان احنا يوم 5 يوليو كنا السنه اللي فاتت 102 مليون، احنا دلوقتي واحنا في يناير، فاحنا بنتكلم ان احنا في 6 شهور زدنا اكتر من 840 الف فرد. فبالتالي نقول ده رقم ضاغط جدا على الدوله، ونقول ان القضيه السكانيه مش فكره بس العدد، هي فكره العدد وفكره حاجه اسمها الخصائص السكانيه. شكل المواطن ده شكله ايه؟ صحته، تعليمه، فكره، حبه وانتمائه للبلد، فاهم قضايا وهموم بلده ولا لا، بتتكلم عن نسبه فقر ونسبه بطاله بالظبط. طب اسمعني دكتور عمرو، يعني حضرتك بتتكلم في البدايه ان اهتمام الدوله المصريه بادئ من 1965 بهذا الملف، حتى هذه اللحظه هي المشكله كانت فين؟ المشكله في القوانين، ولا المشكله في توعيه، ولا المشكله في استجابه مواطن، ولا المشكله في اليات تنفيذ رؤيه؟ المشكله كانت فين عشان نحط ايدنا عليها ونحاول نبني اللي جاي ونسرع خطواتنا؟ نقول التجربه المصريه فيها مراحل كثير، كان فيها نجاح، في نجاح تراجع، النجاح تباطأ شويه، النجاح توقف، بس يمكن نقول ان احنا متفائلين في اخر فتره، لان يمكن السيد الرئيس حط رقم واضح. السيد الرئيس قال عشان المواطن في الشارع يحس باستمرار التنميه الاقتصاديه، انت عاوزه توصلي بمعدل النمو السكاني ل 400 الف في السنه، يعني احنا عاوزين نزيد بس في السنه 400 الف. فكون ان انت تحطي رقم واضح ده يقدر يسهل لنا المهمه. دايما بنقول انت في حرب وعي،
حرب تغيير مفاهيم مغلوطه. قد يكون جوه الدماغ المصريه ان والله ان العيال عزوه وهتعيل واثنين وثلاثه واربعه ودول هيساعدوك لما انت هتكبر. قد يكون موروث جوه الدماغ المصريه ان قد يكون الولد احسن من البنت. مظبوط. اللي جاب بنتين وثلاثه هو لسه بيدور على الولد. فمحتاجه تستخدمي كل الاسلحه اللي عندك، لما تكوني في حرب محتاجه كل الاسلحه، يعني محتاجه خطاب ديني معاصر يشرح للناس ان طفلين متربيين كويس ومتعلمين كويس هم افيد وابرك لبلدهم ولدينهم وعائلتهم من خمسه او سته صحتهم فيها مشكله او تعليمهم ضعيف. محتاجه خطاب اعلامي طول الوقت يتكلم عن خطوره الزياده السكانيه، محتاج حتى خطاب اعلامي يناقش الست المصريه بسيطه ويطمنها ان وسائل منع الحمل امنه وان هي فعاله، ويحكي لي ويشرح للست البسيطه هي هتستفيد ايه لما تنظم اسرتها. طب يعني هتستفيد ايه يا دكتور عمرو؟ ما يعني احنا نستغل وجود حضرتك معانا عشان برضو دلوقتي الناس اللي بتسمعنا يعني نقدم لهم معلومه، هتستفيد ايه؟ خلينا نقارن ما بين حياه ست هتخلف طفلين وست هتخلف بالاربعه والخمسه والسته. نقول الست اللي هتحمل وهتخلف وتحمل تاني على طول هي بتظلم اربع اشخاص. اول واحد هي بتظلمه طفلها اللي هي كانت لسه ولدها من شويه، لان هي لما تحمل تاني على طول الطفل ده هتضطر ان هي تسيبه، هتبطل رضاعه، يبقى حرمته من لبنها ومن صدرها ومن حنانها. تاني واحد بتظلمه جسمها. الحمل ده رحله مهلكه، بتسحب رمرسيت جسم الست من فيتامينات ومعادن، فلما تحمل تاني على طول هي دي اللي بعد كده لما يكبر هي دي اللي يجي لها الانيميا وهشاشه عظام ومشاكل في ظهرها. طب تالت واحد بتظلمه الطفل اللي في بطنها دلوقتي، الحمل الجديد مع جسم ضعيف يساوي ان هي ممكن يبقى ولاده مبكره وتجيب طفل عنده مشكله وحجمه صغير. رابع واحد بتظلمه في الاخر هو الزوج، ما في الاخر جوزها عاوز حب وحنان واهتمام، هي لما تحمل وتولد وتحمل تاني على طول وضغط مصاريف هي جوزها كمان طبعا. ونبسطها للناس نقول هو الفلاح لما بيزرع بيعمل ايه؟ بيحط زرعه يسيب مسافه يحط زرعه تانية. صح. الفلاح عارف انه لو حط الزرعتين جنب بعض جذور الزرعتين يتشابكوا والزرعتين يطلعوا ضعف. فاقول لكل ست مصريه عاوزه زرعتك تطلع حلوه سيبي مسافه من الزرعه والتانيه. يعني ايه تسيبي مسافه؟ يعني تعملي مباعده من الحمل والتانيه على الاقل من 3 لـ5 سنين. فدايما الفكره اللي عاوزين ناكد عليها فكره المباعده. ادوا نفسكم فرصه ان عيالكم يطلعوا صحتهم كويسه. دايما اقول لكل ست الفتره الذهبيه في حياه طفلك اول 3 سنين. دي اللي بيتكون فيها خلايا المخ، دي اللي بيتكون فيها القدرات الذهنيه. فانت ابنك في اول 3 سنين ده مش محتاج منافس، ده انت قاعده مركزه معاه. بتلعبيه بتلغيه بتنمي مداركه. ليه؟ لو عملتي كده طفلك ده لما يكبر ويخش المدرسه يكون شاطر، يكون تحصيله دراسي احسن، يكون ذكائه اعلى. بينما الطفل ده لو حملتي ولدتي وسبتيه وحملتيه تاني على طول، طب ما ده قدراته الذهنيه هيبقى فيها مشكله. فانا عاوز اقول للست مش بس موضوع فلوس، موضوع الفلوس بيفرق، يعني اكيد لو دخل الراجل جوزها يتقسم على طفلين غير ما يتقسم على 7 اكيد. حاجه تانية الحب والحنان والاهتمام. دلوقتي تربيه العيال بقت اصعب، يعني الناس تقول لك طب زمان كان الناس بتخلف كتير، بس دلوقتي التربيه بقت رتم أصعب. الحياه اصلا دلوقتي كمان سريع جدا بقى اصعب ومسؤوليه اكتر، وانك ازاي تراقبي طفلك وتلاقي له وقت انك تدي له حب. تطور التكنولوجي اللي احنا فيه دلوقتي ازاي تعمل ايه ما تعملش ايه، تنمي سلوكياته ازاي. عشان يطلع طفل سوي بيحب بلده، فاهم دينه، عنده حب وانتماء، دي ما بقتش حاجه سهله مع المغريات اللي موجوده في الحياه. فدايما نقول ايه؟ عشان عيالك يطلعوا كويسين ويكون ذكائهم احسن وصحتهم احسن، وعشانك انت نفسك تستمتعي بحياتك، يعني دايما بقول ايه؟ هدفك انك حتى تغيري ترفعي سقف طموح بنات وستات مصر، ما يبقاش بس الهدف ان انت هتتجوزي وهتخلفي وتجيبي عيال وخلاص، لا، ده هو في حاجات في الحياه تانية. طب الناس اللي يا دكتور عمرو بيتخوفوا من وسائل تنظيم الاسره، يعني حضرتك تقول لهم ايه؟ في بعض الناس لحد هذه اللحظه وبعد كل السنين دي عندهم تشككات في وسائل تنظيم الاسره واثرها على صحه المراه. انا هنا بقى هجاوب كدكتور نسوة. بالظبط، احنا هنستغل بقى الجانب الطبي. اقول وسائل منع الحمل امنه وفعاله. يعني ايه فعاله؟ يعني لو اخدتي الوسيله مظبوط مش هتحملي. طب يعني ايه امنه؟ يعني ما بتجيبش امراض، يعني ما بتجيبش لا ضغط ولا سكر ولا قلب. يعني ايه امنه؟ يعني ما لهاش علاقه بسرطان الثدي ولا ليها اي علاقه بانواع السرطانات. يعني ايه امنه؟ يعني لو بطلتيها هتحملي، فيبقى وسائل منع الحمل امنه وفعاله. فعاله يعني ايه؟ اخدتيها صح مش هتحملي. امنه يعني ايه؟ ما بتجيبش امراض، ما بتجيبش عقم، ما بتجيبش سرطانات. عندك كل وسائل منع الحمل، هي كتير، هي مش بس الاقراص، عندك الاقراص وعندك الحقن وعندك الكبسوله تحت الجلد، او ان الزوج ممكن يشارك ويستخدم الواقي الذكري، او ان الست تركب لولب. فنقول ما تساليش اختك ولا جارتك ولا صاحبتك، روحي لدكتور النساء هو هيكلمك يشوف عندك كام سنه،
التاريخ المرضي، التاريخ المرضي وشجرة العيلة كلها، إيه الأمراض اللي موجودة في العيلة، وهو يختار لك يقول لك على كذا وسيلة ونختار مع بعض الوسيلة المناسبة. تمام. طب أخيرا دكتور عمرو وسريعا، هل إحنا محتاجين للقوانين يتم تشريعها بشكل جديد يناسب الجمهورية الجديدة فيما يخص الزيادة السكانية، ولا إحنا محتاجين نفعل القوانين اللي عندنا بشكل فعلي؟ يمكن بقول بنحتاج تشريعات جديدة، حرب تشريعات عشان تحاربي بيها بعض الظواهر السلبية اللي هي روافد الزيادة السكانية، يعني محتاجة تشريعات وتغليظ لعقوبات التسرب من التعليم، تشريعات لمحاربة عمالة الأطفال، تشريعات لمحاربة زواج الأطفال. ما خلي بالك دي الروافد الأساسية اللي بتؤدي للزيادة السكانية. البنت اللي هتخرج من المدرسة ما دي اللي هتتجوز، يبقى نحارب التسرب من التعليم، ويبقى فيه غرامات على الأسر اللي تخرج بناتها من المدرسة، لازم يبقى فيه غرامات على زواج الأطفال. البنت اللي هتتجوز عند 11 سنة و12 سنة دي على سن ال 20 تكون جابت لك 4 لـ 5 عيال. عندك تشريعات لمحاربة عمالة الأطفال، ما الراجل لما يخلف عيل ولاقي العيل بيجيب له فلوس هيخلف عيل واثنين وثلاثة. فلو محتاجين تشريعات حقيقية هي لمحاربة الروافد التي تؤدي الزيادة السكانية، عمالة الأطفال، زواج الأطفال، وتسرب من التعليم. الحقيقة احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو حسن المقرر مجلس القومي للسكان السابق على هذه المعلومات، ونتمنى يا رب نكون قدمنا معلومات مفيدة للسادة المشاهدين، والناس تاخد موضوع وسائل منع الحمل وفكرة اصلا التقليل من عدد الاطفال بشكل اكثر جدية، علشان في الاخر كلنا نحس بمشروعات التنموية اللي بتتم دلوقتي في ارض مصر والجمهورية الجديدة. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا. بشكر حضراتكم مشاهدينا على المتابعة، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا ولكن بعد هذا الفصل.